طريق التنمية يصل مراحل متقدمة في التخطيط والتصاميم ويستعد للدخول بمراحل تنفيذ المسار. مؤسسة إنكي للدراسات والبحوث أقامت ندوة عن الفرص والتحديات في هذا المحور الحيوي. رئاسة الوزراء أكدت العمل بخطوات متسارعة لضمان إنجاز المشروع فضلا عن تلقي عروض من شركات عالمية رصينة بمجال التمويل عرضت على الهيئة التنفيذية للمشروع. سنشرع مباشرة بتنفيذ التفاصيل الخاصة بهذه المسارات إن شاء الله سيكون القادم القريب جدا. هنالك استشاري يراجع هذه المخططات ويضع ويشرف على تنفيذ التفاصيل النهائية لغرض عرضها في التندر الخاص بالمشروع للشركات العالمية المباشرة بالتنفيذ. هذا المشروع هو ليس فقط يعني كما يعبر عنه بالترانزيت أو يجعل العراق عبارة عن خط ترانزيت، وإنما هو مشروع بالتوازي. هنالك مشاريع أخرى مصاحبة لهذا المشروع، هنالك مشاريع لنقل الطاقة والكهرباء والغاز وكذلك الاتصالات. ميناء الفاو الكبير يمثل أحد أهم أركان طريق التنمية. عام 2025 سيشهد دخول هذا المرفق الحيوي الخدمة الفعلية. المحافظات التي تقع على هذا المسار أكد محافظها العمل على إنجاز مدن صناعية وزراعية فضلا عن تهيئة خطوط النفط والغاز والاتصالات وغيرها من المدن السكنية المرافقة لإنجاز طريق التنمية. أيام معدودات حتى نستلم أحد المشاريع اللي هو مشروع الأرصفة الخمسة بنسبة إنجاز 100%، وباقي المشاريع أيضا تسير بوتيرة جيدة جدا، وسوف تسلم كل حسب الجدول الزمني الموعد له، وجميع المشاريع تسلم قبل نهاية العام القادم. أكملنا كل المسارات التي تمر بها سواء سكة الحديد أو الطريق البري. احنا عندنا مدينة صناعية كبرى على جانب هذا الطريق، عندنا مصفى نفط على جانب هذا الطريق، عندنا مدينة زراعية كبرى على جانب هذا الطريق، وعندنا مدينة سكنية الكبرى. القائمون على تنفيذ طريق التنمية يؤكدون أن هذا المشروع ليس مجرد خط ناقل للبضائع، وإنما حزمة مشاريع متكاملة ستحول العراق من دولة محدودة إلى دولة محورية استراتيجية في المنطقة. من بغداد، زيد الطائي، قناة العراقية الإخبارية.